اتخاذ حزب الاستقلال لقرار الانسحاب من الحكومة وضع مستقبل الحزب والتحالف الذي يشكل فيه الرقم الثاني على ميزان الربح والخسارة. بين الاستمرار في الحكومة أو مغادرة سفينتها اجتهدت القراءات والتأويلات. استمرار الحزب في الحكومة بحسب مراقبين سيفقده الكثير من شعبيته، لا سيما إذا استمر عضوا غير مقرر أو فاعل في السياسات العمومية التي تصوغها الحكومة بقيادة حزب العدالة والتنمية، خاصة والاقتصاد المغربي يمر من مرحلة عصيبة، كما أن الخروج إلى المعارضة له تكاليف باهظة إذا لم ينجح الحزب في احتواء كافة أطيافه. جذور الخسارة تكمن في أن مجموعة من أطر الحزب لم يتم احتواؤها في القيادة الجديدة للحزب، وبالتالي هناك أزمة قد تمس الجماعات الترابية من خلال مناضلي الحزب، وقد تمس على المستوى المركزي أناس قد يطالبون بأشياء داخلية حسب القانون الداخلي لحزب الاستقلال. هناك سيناريو الربح، وهو ممكن للحزب أن يزيد في طلبه الدعم وإقناعه للمتتبعين وإقناعه للمنتمين للحزب بجدوى القرار وبأهمية القرار، وبالتالي يمكن أن يكون. إذا فعل حزب الاستقلال قرار انسحابه وانتقل إلى صفوف المعارضة سيكون مسنودا بذراع نقابي قوي من طينة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والذي سيشكل ورقة ضغط قوية. لكن أسئلة أخرى يطرحها متتبعون حول قدرة باقي قواعد الحزب على الذهاب بعيدا في هذا الخيار. ربما أن الخطاب الذي انخرط فيه الزعيمان في الآونة الأخيرة قد أوصلهما إلى خط عدم الرجعة، أوصلهما إلى فقدان الثقة. في هذه الحالة سيكون على حزب استقلال أن ينفذ وعيده بالخروج إلى المعارضة. لكن السؤال الذي سيواجه شباط هو أن الجناح النقابي في حزب الاستقلال مؤهل لهذه الوضعية المعارضة، وسوف يشتغل في الشارع والإضرابات وتحريك الاحتجاجات، وسيجد حلفاء في نقابات أخرى القريبة من الاتحاد الاشتراكي بالخصوص. لكن هل باقي القاعدة الاجتماعية لحزب الاستقلال مرشحة للخروج مقتنعة بالخروج إلى المعارضة؟ هل لديها ما تقدمه في المعارضة؟ ربما أن هذه الأسئلة هي التي تجعلنا نفهم كثيرا بعض التذبذب والتضارب في مواقف الاستقلاليين. أبعد من ذلك، يرى مراقبون أن خطوة الانسحاب من الحكومة الحالية استثمار للمستقبل، خاصة وأن الانتخابات الجزئية التي عرفتها بعض أقاليم المملكة أثبتت استمرار الآلة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية في حصد المزيد من المكاسب. اللي ممكن نقول، وهذه ربما قراءة كتبان حاليا ما عندناش بزاف ديال النقاط ديال الصدقية ديالها، ولكن ممكن تكون احتمال وارد، هو أنه حزب الاستقلال على عهد حميد شباط يراهن أن يكون الحزب الأول في انتخابات مقبلة. استمراره في الحكومة مع عبد الإله بن كيران سيفرض عليه بأي شكل من الأشكال أنه يظل دائما الرقم جوج. يستحيل توقع انتخابات في 2017 مثلا العدالة والتنمية يكون هو الثالث أو الثاني، حزب الاستقلال هو الحزب الأول، لأنه كيتسمى الحزب رقم جوج شاء من شاء وأكد من أكد. ربما حميد شباط بغى يتخلص من هاد العقده ديال حزب العداله والتنميه. بعيدا عن حسابات الربح والخساره، كثير من المراقبين يرون في خطوه حزب الاستقلال اغناء للنقاش السياسي، خطوه تؤكد على الترابط الوثيق بين المشهد الحزبي وتدبير الشان العام.